السلام عليكم. بالنسبة للأصدقاء اللي سوني على سلك إجازة في التربية حسب انتقاء إدارة الوزارة، أنا نخليكم الرابط المذكرة ديالها في التعليق. كاين جوج المراحل ديال الانتقاء، كاين الانتقاء الولي فيه 60%، وهاد 60% غتتم من خلال جوج أمور: المعدل العام ديال التلامذ اللي جابوا في البكالوريا، إضافة إلى النقطة ديال المادة اللي باغي تدفع لها، مثلا سلك الثانوي الإعدادي على حسب المادة اللي غتدفع لها، فيزياء، رياضيات، فلسفة، غادي يضربوا واحد الطريقة معينة، معدل العام زائد النقطة اللي جبتي في المادة. بالنسبة للسلك الابتدائي غياخذوا وقيلة المعدل ديال اللغات الأجنبية إضافة إلى معدل اللغة العربية والرياضيات. ثم كاين المرحلة الثانية وهي المقابلة الشفوية، بعد منها مي غادي تعلنوا على الناس اللي تقبلوا في الانتقاء الأولي. المرحلة الثانية فيها 40% من المعدل العام، هاد 40% غتكون مقابلة شفوية. غيكون الإعلان ديال الانتقاء الأولي في بداية ديال شهر شتنبير، وبين 12 و17 شتنبير غتكون المباراة الشفوية. طبعا كاين غيقسموها يومين ديال الابتدائي ويومين ديال الثانوي. اليوم غنحاول نبارطاجي معكم بعض الأشياء اللي خص بالنسبة للتلامذة يوجدوها اللي باغيين يدفعوا سلك إجازة في التربية بالنسبة للمقابلة الشفوية. طبعا المقابلة الشفوية هي الهدف منها هو أنه يشوفوا هاد التلميذ هذا اللي باغي يدفع للتعليم، غيسولوا على ثلاثة ديال المجالات، أو حسب واحد الاستمارة كانت قديمه دارت في 2018، كاين ثلاثه المجالات: كاين المؤهلات المعرفيه، كاين الجانب التواصلي او الحواري، وكاين الجانب الاخر اللي هو المجال الصلاحي ديال التلميذ لمهن التربيه والتدريس. يعني علاش باغي ندخل التعليم؟ يقدر يسولك مثلا شنو هو الهدف ديالك، علاش باغي تولي استاذ. بالنسبه للمؤهلات المعرفيه يقدروا يسولوا التلاميذ على بعض المعطيات عامه حول النظام التعليمي ديال المغرب، حول اهم الاصلاحات اللي وقعت في النظام التعليمي، يعني الاصلاحات الكبرى، الميثاق الوطني، الرؤيه الاستراتيجيه وغيرها من الاصلاحات، اضافه الى مؤهلات معرفيه اخرى عامه حول اللغات، مهارات اللغويه التواصليه ديال الانسان، واش يتقن اللغه العربيه اضافه الى اللغات الاجنبيه. ثم المستوى الثاني هو المستوى التواصلي، غيحاولوا يشوفوا الطريقه ديال الحوار ديالك، طريقه الكلام ديالك واش فيها اخذ وعطاء، ثم مدى تقبل ديالك للراي الاخر حسب واحد الاستماره كاينه، اضافه الى المؤهلات التواصليه ديال هذا التلميذ اللي هو مقبل على مهن التربيه والتدريس. اذا بالنسبه للتلاميذ خصي يكونوا مستعدين من الناحيه التواصليه ويكون عندهم القدره على الالقاء تلقاء، لان في هذه اللجنه كاين واحد المجموعه ديال المؤشرات اللي تيهتموا بها، وهو الجانب قلنا التواصلي، يعني القدره ديالك على الالقاء المنظم، القدره ديالك على لغه الجسد واش لغه جيده، طريقه الحوار ديالك واش فيها واش انسان متمكن من الناحيه التواصليه، وهذه كلها معايير تعتمد عليها باش ياخذوا الجانب ديال نقطه الامتحان الشفوي. ممكن في اخر المطاف يطرحوا عليك واحد السؤال هو علاش باغي دير التعليم، او رساله تحفيزيه شنو هو الهدف ديالك من الدخول لهذا السلك الاجازه في التربيه، وعلاش بغيتي دير هذه الماده اللي هي مثلا استاذ الرياضيات او استاذ الفلسفه او استاذ اللغه العربيه او استاذ ديال السلك الابتدائي. اذا دونك هنا التلاميذ يكون عندهم واحد المجموعه ديال المعطيات المعرفيه، وتكون ما تكونش شي حاجه اللي حافظها بقدر ما يكون شي حاجه مبنيه على قناعات ديالو وتصورات ديالو، لان في الشفوي غادي يكون المعيار الاساسي في القبول ديالك هو الجانب التواصلي، لانه الانتقاء الاولي هذا، فانا غيشوفوا الجوانب ديال المهارات التواصليه ديالك اضافه الى الجانب المعرفي وكيفاش تستحضر المعلومات، واش عندك واحد الرؤيه، يعني واش تتقول افكار واحد الجانب ديال التعصب، ولا عندك رؤيه منفتحه، تقبل ديالك الاراء والاختلاف ديال الاراء. يعني الشفوي تيكون فيه الجانب البسيكو، يعني الجانب تيلعبولك على المشاعر العواطف اكثر ما تيكون فيه الجانب المعرفي. فبالنسبه للتلاميذ خصهم يكونوا مستعدين لهذه القضيه ديال البسيكو، انه يكون عندهم واحد الضبط والتحكم في الذات، ويكون عندهم واحد القدره على الملاحظه الجيده باش يجاوبوا على الاسئله على قدر السؤال، يعني ما تكونش الاجابه ديالك فيها واحد الاستفاضه بقدر ما تكون الاجابه ديالكم دقيقه. طبعا غيكون عندنا واحد المجموعه ديال اللقاءات من بعد غنحاول نبارطاجي فيها معكم بعض المعلومات عامه حول النظام التعليمي المغربي، حول البيداغوجيات اللي كاينه في التعليم، الا بغاو التلاميذ يستانسوا بها نقدر نبارطاجيها مع التلاميذ باش يوجدوا المقابله الشفويه بالنسبه للتلاميذ اللي غيتقبلوا ان شاء الله، وبالتوفيق لجميع التلاميذ اللي غيدوزوا هذا السلك اجازه في التربيه. الى عندكم شي اسئله ولا شي حاجه خليونا في التعليقات، وغنخليكم في التعليقات مجموعه ديال المقالات اللي كتبتها حول المجال ديال طرق التدريس وبيداغوجيات المستعمله في التدريس، يمكن لها تفيدكم في هذا المجال ديال الاستعداد للمقابله الشفويه. وتبارك الله عليكم.